أنا بس عايز أضيف لكلام السيد وزير الزراعة نقطة مهمة. وإحنا بنتكلم إحنا بنطرح طرح كلام، لكن لما نيجي ننزل تحت على الأرض بتجد تفاصيل محتاجين إن إحنا نتصدى لها. وأنا هقول هنا كلام قلته قبل كده مرات وبقوله تاني، إحنا عندنا 300,000 350,000 فدان مش كده بيزرعوا قصب في الصعيد. انت ما تقدرش تقول للناس في الصعيد ما تزرعش ده، لان بنفس كميه الميه ديت او بنصها بالظبط ممكن يزرع بنجر مش كده، صح كده؟ ولكن واحنا بنطرح الطرح ده وبنتكلم على بنقوله للناس دلوقتي، صعب جدا انك انت تيجي تقول للناس اللي زرع قصب المنتج بيقعد 4-5 سنين في الارض وخدمته بالنسبه له كعماله وكلام من هذا القبيل اقل، لكن كمية المية اللي بنتكلم فيها بنفس الكمية دي يزرع 700,000 فدان مش كده؟ طب ازاي نعملها؟ عشان كده بقول في فرق كبير جدا من احنا نطرح طرح بالدراسات وكده ممكن يتعمل، وان احنا نقوم بتجربة او نقوم باجراءات عملية لتنفيذه. انا قلت الكلام ده من 3-4 سنين على موضوع القصب، وانا بقول لوزير الزراعة وبقول لنفسي وبقول للناس اللي موجودة في المحافظات اللي فيها القصب غيرته. انت مستني لما مشكلة المية تبقى مشكلة كبيرة عندك وتضطر انك انت تحرم من كمية المية دي بنفس الحجم. انا بتكلم مش بخوف الناس من حاجة، انا ما بحبش ان احنا نتعامل مع الموضوع على ان هي ازمة قد تكون محتملة، لا، بما انها ازمه محتمله لازم اواجهها واشتغل عليها لغايه لما اخلصها. انتم في وزاره الزراعه مع وزاره الري مع المحافظه مع اخواننا الفلاحين اللي موجودين او المزارعين، ان يا جماعه القصب ده بياخد كميات ميه انت ما انتش حاسس بيها لانك انت بتاخدها من نظم الري اللي موجوده، لكن هي في النهايه على مستوى ما لدينا من مية احنا محتاجين ان احنا نزرع بنص كمية المية ديت ارضك ديت بنجر لو احنا عايزين سكر او اي محاصيل اخرى. طب ازاي هتعملوه؟ لو انا النهاردة عايز اطلع كمية المية بتاعت ال 350,000 فدان دول واعمل لها تحليق او حتى معالجة مية صرف زراعي، طب ما المحطة دي بتتكلف مليارات ثم تشغيلها هيتكلف مليارات مش كده ولا؟ عشان المية دي عيد استخدامها، وساعتها مش هقدر استخدم المية دي لكل المحاصيل لان درجة ملوحتها بتبقى زيادة شوية. فأنا بقول الكلام دوت يعني احنا بنقعد في الإعلام وحتى في جلساتنا وفي المسلسلات بتاعتنا ما بنتكلمش على القضايا بتاعتنا وازاي هذه القضايا تتحول إلى أفكار ونتكلم فيها ونقنع الناس بيها. أنا بقول تاني على موضوع زي ال 350,000 فدان دول، ومش بس كده، وطب الأراضي اللي بتتري بالري بالغمر من غير نظم ري حديثة، احنا هنا مكلفين فلوس كتير قوي. طب ليه؟ عشان محاولين ان احنا بما ان احنا بنزرع الاراضي ديت يبقى من الاول كده نحط كل النظم اللي تخلينا نستخدم اقل حجم من الميه في الانتاج. طب ما هو ممكن انا اسف اقول يعني بال 11 مليون متر ميه في اليوم دول يكون في الدلتا بيتزرع بيهم اقل من كده، اقل من الكميه ديت. ليه؟ لانه نظم ري مش كلها حديثه يعني. إذن مرة تانية وإحنا بنتكلم على إجراء في الزراعة اللي إحنا بنتكلم فيه، إحنا بنتكلم على 4 مليون فدان. كتير هيسأل المية دي جايبينها منين؟ فبنقول له بنجيبها من الآبار. والنهاردة لما كان اللواء توفيق بيتكلم على عين دالة، إحنا بنتكلم على طبيعة أرض وطبيعة مية أكتر من ملوحتها مش مساعدة وطبيعة الأرض مش مساعدة. فتعامل بتزرع فيها الجوجوبة، والجوجوبة تزرع على كل الأراضي
ومياه الصرف حتى الصرف الصحي.